عليكم ورحمة الله أعزائي المتابعين. لأول مرة قررت أسوي ميمز شون، لو تحضرون قدامكم يا أخوان هذا حسابي في تويتر. تمام في شيء أنا خايف منه والله يستر، أنا غردت. قلت يا جماعة اللي عنده ميمز ينزلها بالتغريدة اللي بتشوفونها أمامكم، لكن الجلطة والصدمة أنها 20,000 تغريدة، وأنا كاتب يا جماعة أن على كل واحد يضحكني له 50 دولار. أنا كيف بشوف ال 20,000؟ في حاجة بنوه عليها، إذا ضحكت ضحكة خفيفة كذا هذه عادي نمشي، ولا نعطيه ممكن 15 دولار 20، لكن الضحكة اللي فيها ضحك هذه حقة ال 50، أوكي؟ مو تتقيمون تحت. لكن الكويس يا جماعة في الموضوع إني أنا والله إنسان ماني من النوع اللي أضحك بسرعة، لكن نشوف مع بعض، هل أنتم ناس فيكم حس كوميدي ولا والله أنكم ما تديرونها ولا أنتم راعين ميمز؟ وبسم الله خلونا ننطلق. احمد يقول ما عليكم من رامي، وترى 3 مليون بيكون فيها معاي اللي خبري خبركم، تعرفون هذاك. مشاهده ممتعه، اذا تحبون الميمز اكثر اللايك هو اللي يثبت لنا، شكرا لكم تفرجوا. اوكي يا جماعه قبل لا نبدا لازم تخلص الضحكه اللي فيك عشان ما تضحك، فخلونا نخلص الضحكه اللي داخلي. طيب اول مقطع قدامنا من عزام يقول لك القطع مكانه غلط ادري بس ما عندي مشي انزله، هو واضح انها زارف في المقطع لان هنا حاط انستا حق الرجال. عموما بنشوف اذا فاز على انستا هو اللي بياخذ الجائزه. اهلا بكم في كوكب الحلوين. شباب لحظه، انتم شكلكم ما تعرفون ايش يعني ميمز. شباب ميمز مو اغاني وتصمم على وجهي، الله يطول في اعماركم حبايبي. ميمز يعني مقطع مضحك، انا ما ابغى ارقص ابغى ميمز، معلوم؟ اوكي هذه البدايه طبيعي، سووا حادث شباب، ما هم حقين فورتنايت سكواد المديرين ما لهم بالامور هذه، نتصبر ونشوف اللي بعده. يا اخي خير الامور اوسطها. لا ابيض مع يعني انت شوف ابيض، هو ابيض ولا رصاصي؟ يا اخي احتاج اشوف صوره قمر. شوفني انت اسود كلك. اسمعوا يا جماعه اللي ما يدري وش سلمت هذه، هذا اللي اسمه شباب اس 6 بي حرق عليكم المقطع اللي بينزل تحدي البدر انا وناصر، بتشوفونه في المقطع الجاي، لكن ما ادري هل نعتبره فايز؟ وضحكني والله ما ادري صراحه. يلا فايز يا فان اس 6 بي مو مشكله. اوكي اتوقع انك شايفه، اذا هو صوت الخروف شايفه. وخروف رايك حبيبنا كل ليه مشتاق. ضحكت عليه في البدايه بس الحين ما بضحك. حلوه هي مزروفه وحلوه بس حلوه يا انستا سبكك. اوكي اللي بعده. عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش يا جماعه بس والله لازم اسويها، والله تستاهلوا. تعطيني قلب اعطيك. حيوان والله، حيوان وحيوانين. لا تعطيني قلب اعطيك. والله اني اسف وانا ما يدخل بندرت انا اعطيك قلب، شوف هذا قلبي الجديد، والله اني اسف لكن هذا يفوز، هذا على التصميم وينك T.K8i. مبروك فزت ب 50، والله تستاهل، حلوه هذه حلوه. يقول هنا احسن يوتيوبر بالنسبه لي، شباب ميم شونك اشوف بندرتا قاعد يتصمم على بندرتا. جماعه تفلوا بالله. لا قاعدين يسببون مشاكل، بندرتا بيجيني يتهاوش معي بعد المقطع يا جماعه ما يصلح. والله العظيم انك معفن يا صالح، المفروض ما تفوز. هو صالح راعي الميمز ذي بس والله تستاهل، يعني هو صحيح اني ضحكت لكني مقهور من داخل من بندرتا، والله مسكين. يا اخي حطها على سعد ولا اي احد، ناصر خليني اسفل في العيال اخويا يمون عليهم. تحيه بندرتا، تحيه معليش والله مو بيدي، هذول هم الشباب. اوكي اللي بعده. تكفون ربي تعبت عليه، حطوا لايك. طيب يقول لك هنا حلوه ما لي دخل، خلينا نشوف. سمحتوا يا عيال استرجلوا، واذا انتم حريم استحملوا. هذه مو ضحكه، كيفي
مو دقيقة هذه مو الحين فاني ما أضحك يا جماعة، والله العظيم إني ما ضحكت على المقطع، قسم بالله المقطع هذا يعني أنا ضحكت على شيء ثاني. الزبدة إن هذا رأي المقطع زارفة من أرشونك، فيا إس إكس بي مو تسوي مجنون تحط حقك هنا، لا هذا حق أرشونك. أنا منزل، أنا أذكر متى نزلت أرشونك سويت تجربة كذا حرامي. أوكي اللي بعده مالك ولا شيء. ابو خشب واحمد بياكل فلفل عشان يورينا المرجله. على اسم المرجله ايوه، مو بنا اللي 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 قد اسمع لازمك تقرب من ده. راح دمك يلا كل بسم الله. كان حار والله، كان حار قسم بالله كان حار. ناو سي ماي نيم سرنبيو سرنبيرا سانتياغو سرنبيا. God damn right. شباب الضحكة الصغيرة هذه ياخذ عليها 10 دولار. ضحكة صغيرة والله. هذه مقطع، هذا مقطع الفلوج حق ايطاليا. ابعطيك 10 دولار حق يعني حق تركيب الملعب. صحيح ان الميمز والله والقص والقص كيف جاي، لكن تستاهل 10 دولار. You want a sprite? عبد الله حلوه يا عبد الله، حلو التركيب والله تستاهل عبد الله، مبروك فايز عبد الله. اوكي اللي بعده بسم الله الرحمن الرحيم، لايكات عشان يشوفها يا رب افوز. هذا انا شايفه يا جماعه قبل، فعشان كذا ما راح اضحك، مستحيل اضحك انا شايفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. شو اسمك؟ تو احمد او شونج اكسبو. شو بدك تقدم؟ غني. مين شجعك على الغناء؟ هو شخص بني ادم. خلينا نشوف. حبها شبعك دلال، تعال يا ابن الحلال. انا شفته لكن اللي صممه ضحكت عليه هو، الحين ما راح اضحك. يلا ما في 5 دولار، يلا روح. ربي ينتقم منك انت وكل كلب في العالم قاعد يمشي. أول السرق حلو هذه. أنا والله قيم، أنا صراحة أقيمها 50 عادة تقيمه. إنستا YH7QI حلوة والله. منامي يمنامي الله يهديك، يمنامي الله ما بي مو لازم أنام. تمرجل ولا تقول هذه على عمري. أقول ورا ما تأكل تبن وتنزع. الله يا الله ابي افهم ليش، وانا والله العظيم ماني دخل. ليش انت وش مسوي لك بندريتا يا 6 بي؟ الله يقطع ابليسه والله فاز من الدينا، تغلها يا جماعه. صحيح اني والله العظيم شوف هو مو بيدي، لكن اخي والله تصميمي يضحك. اوكي اللي بعده اقول لك هنا، وش يصير اذا طلبت البروفيسور من ذاك الموقع؟ ورع دار على الجفلات والله انه ورع. هنا صار بسوي سيناريو بنك، خلاص كانك انت الرهينه وانا المخطوف. وإذا بنا أنا الرهينة وأنت المخطوف، مين أجل السارق؟ ما ضحكت، هذه كانت دغدغ مشاعري بس. شوف المقطع الأخير قدام بيتي واللي يخبل ويقهر إنه والله إنها أول مرة أنا ما يراعي السوالف هذه، أنا إنسان مسالم ما لي بحق السوالف. يا أخي الماضي لا تخربون يا شباب. أبوي هذا مركب، مقطع مركب اللي بعده بندر إبس شونك. يا عيال تكفون وش عيسى ترى ماني رايق. ها تفتح مخه تلقى أديداس هنا، واحد في أديداس، واحد مخه في نايك، واحد في مخه الجزمة زنوبة، في واحد هنا في زبيري، هنا زبيري طالع مخ جزم. احترم نفسك. ها والله على بليسك انك بقرة يا بقرة. خلاص القم طيب ليش بندر يا جماعه؟ ليش ابي افهم بس، ليش تبون تسبب مشكله بيني وبين الرجال؟ ليش بندر كل شوي ليش في روحوا لابو فله؟ ابو فله معي بالفريق عادي بس ما امر على المسكين يا جماعه. والله ما يدخلوا من يصممون، وش اسوي شباب؟ 6 بي شباب
خلودي؟ دي اكس بي؟ ليش؟ انت اللي خربت اللودي، انت اللي خربت اللودي، ليش يا ابو خلود؟ شيك التصميم، يلا خلينا نشوف. والله سخيف يا عيال، تخيل شكل ناصر تحت المياه الدفاع. ايه ذا ما يفوز هذا؟ شباب هذه حركة النسر، كذا حركة النسر شباب. 20 20 ها 20 20 20 10 20 10 عندكم التقييم. طيب يا جماعة إلى هنا أتوقع وصلنا للنهاية. أنا آسف لأني تأخرت عليكم، والله أنا بسبب كورونا، لكن وعد مني إذا تحبون الميمز وشفت إقبال ولايكات ودعم منكم من عيوني أنزل لكم وخلي السلسلة عندي. وتعويضا على التأخير اللي صار مني لكم مني جيف أواي آيفون 25 وراح يكون في بي سي، لكن البي سي مو باليوم، اليوم بالرابط اللي بتشوفونه بالوصف راح يكون في سحب، شارك ترى بس حفلته المباشر بشكل سريع، شروط بسيطة مرة تلقاها بالرابط تحت حسابي بتويتر، وإن شاء الله يكون الفوز من شخص يستاهل. اعذروني على القصور وما بقى لنا شيء على 3 مليون زي ما وعدتكم، الوالد بيطلع معي ب3 مليون. شكرا، الله يسعدكم دنيا وآخرة، أحبكم، مع السلامة. بطلع السكس بيرامي. مع السلامة. جيش السواحات مسعى خلف القمة واكثر، نلقى المحبط حاول يكسر بس الصدمة اكثر، نكبر شونج اكس بونج معلم في ضحكتكم، يوز اس اكس بي افضل كود في ساحتكم، فوق المليون نمضي شاهد بظهري في جمهوري، اقوى جمهور باليوتيوب بالعالم تشهد على حضوري، هذه بس بداية دامي سيد في الرواية، راح اكمل بطريقي ما اشوف صفحة نهاية.